العلاج الطبيعي أصبح لها تقنين. وحينما ازداد الأمر من السادة الزملاء اهتماماً لهذا المجال وهذا الفرع الهام في مجالات التقييم الرخيص، صارت علينا يعني للأسف الشديد هنقول نقابة الأطباء رفعوا دعوة قضائية ضدي شخصياً وضدي وبصفتي، إنه كيف يسمح للنقيب أن يمارس هذا الأمر لزملائه وأعضاء الجمعية العمومية، سواء منهم حاصلين على الدورات أو حاصلين على الدرجات الأكاديمية، إلا أن هذه القضية استمرت أكثر من عامين سجال بين ساحات القضاء. وبفضل الله وعونه استطاعت النقابة العامة للعلاج الطبيعي الظفر والنصر والتأييد أن من حق خريج كليات العلاج الطبيعي أن يمارسوا EMG، فضلاً على أن تنظيم الإدارة أصدر قراراته، وأيضاً صدر قرار وزارة الصحة بمنح خريجي كليات العلاج الطبيعي. وأنا أفتخر أن ابني دكتور نيك أحد رواد هذه المهنة، وأنا في دكتور أحمد فاروق في اسكندرية الشباب مهتم بهذا الفرع، وأرجو أن تقبلوا لها على هذا الأمر. وإحنا بنناشد إخواتنا في لجنة القطاع وجميع الكليات الخاصة والأهلية والحكومية أن يعملوا دبلومة في مجال الـMG، لأن ده أصبح حقيقة واقعة وأمر واقع بنمارسه في سوق العمل. ويا رب يكون كل الناس زي الدكتور نجم وزي الدكتور خالد علماء وزي الدكتور أحمد فاروق وزي أستاذنا المرحوم الدكتور إمام حسن النجمي وزي الدكتور صلاح الصوان، كثيرين جدا من الزملاء اهتم، والدكتور إبراهيم زهير أستاذنا عميد كلية العلاج الطبيعي جامعة حياة، الدكتور إبراهيم الزهيري وآخرين طبعا، يعني صعب أن أنا أذكر كل الأسماء، ولكن أنا بفتخر دكتور نجم حيث أنك يعني كنت عنوان في محافظة الفيوم وفي القاهرة أيضا، أنه هو استطاع عماد أو رائدة هذا العلم هي البروفيسور الدكتور كان الدكتور أن هي أنا أعتبرها إمام هذا الفرع، وكان برضو لها تحفظات علينا في الممارسة، هي لم تمانع أبدا أن خريج العلاج الطبيعي يمارس الـMG، لكن كان تحفظها أن اللي عايز يشتغل في هذا الأمر عليه أن يكون تقارير تكون سليمة وصحيحة عشان هينعكس على برنامج العلاج اللي هيوضع. فأنا بعتبر أن دكتور نجم أرجو أن أنت صدقة العلم، أن أنت يعني تنشرها لكل شباب الخريجين، وإن شاء الله عن قريب العاجل يعني سأزف إليكم أخبار تعمل هذه الدبلومة من خلال أي جامعة سواء خاصة أهلية حكومية أجنبية، لأن مش عاوزين نترك شاردة أو سائبة إلا ما نعمل ندخل فيها كمجال من مجالات التقييم والتشخيص والعلاج والتأهيل والوقاية. وبرحب بيك باسم الزملاء كلهم، تحياتي الجميع. أيضا لأول مرة في حياتي طوال نصف قرن منذ أن بدأت عام 1973، احنا في 2023، أن زوجتي الكريمة الأستاذة الدكتورة عزة فكري وكيل كلية العلاج الطبيعي تشاركني الأمر في هذا المؤتمر، وبرحب بيها وباسمكم طبعا برحب بيها. بسم الله الرحمن الرحيم. اولا يعني كما قال الشاعر: فمي يفتش عن فمي والمفردات حجاره وتراب. ففعلا الواحد مش عارف يقول ايه في وسط هذا الكوكبه، وطبعا على راسنا استاذنا الدكتور سامي سعد هذا الفارس اللي غير وجه المهنه حقيقه، ودعوه استاذي معالي العميد استاذ الدكتور سامي اللي اقوله النهارده يمكن مش تقليدي، يعني زي ما بقولوا هأزغزغ الكيوريوسيتي بتاعتكم. احنا هنتكلم عن النون تراديشنال او الهيدن بيرلز، هي الجواهر الخفيه في قصه الالكترو دايجنوز. هل هو احنا بنتعامل مع البريفرال نيرفس بس، ولا في حاجات ثانيه مستخبيه؟ ودي كان في اخر مؤتمر في دبي، وكان في الحاضر العالمي دكتور سنجيف اجل ده راجل محترم والنون وشغال في القصر. الحمد لله احنا بنسعى ان احنا ناخذ هذا العلم من اصله. الابحاث اللي حاصله في العلاج الطبيعي محتاجه ان احنا نجو ثرو، ان احنا نشوف اوبجكتيف ميجرز عشان نبدا نشتغل عليها. ده واحد.
وفي بعض الحالات بتقابلنا في العيادة ويطلب لنا هل هي نوع من أنواع البريفرال نيوروباثي العادية ولا ماسك السيبرس بس، وإن إحنا مش عارفين ندرسها، فبالتالي حاجات مخفية ووصلنا لها. الجزء الثاني إن إحنا هنبدأ ندغدغ مشاعر أستاذ الدكتور سامي في الجامعة الصينية على قصة الأكوبانكشر، وقلتها يمكن قبل كده اتكلمنا على توك في اسكندرية، إن إزاي نوظف الأكوبانكشر وهل بيحدث حقيقة تغيرات فيسيولوجية بتحدث على مستوى الإلكتروفيسيولوجي ولا لا، والإستيوباث قلت كتير قوي للناس بتوع الإستيوباث من فضلك ممكن نعمل شغل رائع جدا جدا في هذه القصة ونثبت. أنا اللي حاول يعني؟ طب أوكي. جوثرو وهتلاقوني مش هنتكلم كتير. وات بيانت القصة دي؟ إحنا معظمنا بنبص على هذا الجبل الثلجي من فوق، لكن إيه اللي تحت بنقدرش نبص عليه؟ ديت الكيو آر بتاع السلايدز بكل البيبرز اللي عايز يدخل على الكلام اللي احنا هنتكلم عليه، يعني اي ريسيرش وورك هيتعمل هتلاقي ايه في شغل حلو قوي الفول بيبر هتلاقيه موجوده على تليجرام. تمام؟ تمام. اول حاجه ان احنا ممكن نستخدمه، وذيس از انذر تشالنجينج، اتس نوت ذا الكتروني دايجنوزيس يوز فور ذا بريفرال نيرف، لا احنا بنستخدمها كمان فور ذا ابر موتور نيرون ليجن از ويل اد ذا سباينال كورد which is challenging، كان حتى طاف قدامنا. ممكن نستخدمه for sympathetic system assessment، ممكن نستخدمه للspecificity as an objective measures. ممكن نشوف what about the neuroplasticity، هل هناك تغير بيحصل على البرين كورتكس وفي فعلا plasticity بتحصل وبتقعد لمدة قد ايه؟ يعني انت هتستفيد من الريهاب بروجرام for 3 شهور 4 شهور شهرين and no further neuroplasticity it will be occurred، ولا القصة ماشية ازاي؟ دي حتة لطيفة جدا وهقول لكم ابحاث احنا عملناها عندنا في جامعة مصر. والبين والسنترال سنسيتايزيشن which is a very challenging. تمام؟ أول حاجة بنتكلم عليها الـ SSEB سوماتو سنسور بوتنشال، وهو له باثوي عشان ندخل بسرعة عشان الوقت. دي دراسة احنا عاملينها في جامعة مصر في قسم الأعصاب، إن احنا قدرنا نشوف لو استخدمنا ترانس أنودال ستيميوليشن تلفانيك كارنت، بس نبدأ نعمل استيميوليشن بالأنود على الميديان نيرف الأبر ليم وعلى البوستيريو تيبل في اللور عشان الفليكسور هايبرتونيسيتي اوف ذا فينجرز از ويل اد ذا بانتر هايبرتونيسيتي اوف ذا لور ليم، وقدرنا نقيسها بالاتش ام ريشيو وبدانا نشوف التحسن، وجدنا ان التحسن بيقعد في هذا المريض لمور ذان 2 مانثس which is amazing. دخل في الموضوع معانا استاذنا الدكتور حاتم سمير وقال ليه نكلف العيان نحطه بوتوكس، ليه نحقن بوتوكس which is a very expensive، وانا عندي الحاجه الوحيده اللي كانت بتقلقنا ان ساب حرق العيان. ليه بيحرق العيان؟ ان الانودال دايما لما بعمل ستيميوليشن بالانودال بوزيتيف بيحصل اكيوميوليشن اوف الصوديوم اندرنيث بيحصل واتس كولد انودال باك، فدايما انت كثيرابيست جنب العيان تحط له سلاين 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 سلاين. القصه كانت ممتازه، قلت لها بقول لك ايه، ما نيجي كان الدكتور هاجر معانا وكان داني جروب كده، ما نيجي بالمره نعمل شغل ثاني ونشوف هل بيحدث سمثينج اراوند ذا برين، وبنقيس ايه، بنقيس بالامبليتيود اوف واتس كولد ان 20. لما قسنا الموضوع ده لقينا amazing result ان احنا فعلا لو استخدمنا what's called the 10-20 system، بنحط مونتاج معين بنقسم المخ طريقه رسم المخ زي كده، كل حته في المخ دي تمثل حته معينه من الهومينيكولس الناحيه الثانيه، وبالتالي mostly لها مونتاج معين بطريقه معينه يطلع لي الوي فورمز اللي موجوده دي. فاحنا عندي من الهلبة من فوق this ام دي 10-20 لو انا شغال على الابر ليم، والثاني الام 13، الباقي مش مشكله. يعني احنا الاجهزه اللي بنستخدمها ممكن نستخدم الديول عادي جدا زي الفل. الانتوني دي سكالبر كود، ودي اللي بتقول لي كل ما الامبليتود يعلى كل ما معناه ان انا عندي مور اند مور ها بلاستيسيتي موجوده. تمام. الان 13 اللي موجوده ذس از فروم ذا كود، العلاقه ما بين الان 13 والان 20 واتس كولد سنترال كوندكشن تايم، ممكن اسس بيها ذا ام اس ايرلي ام اس مالتيبل سكلروسيس، ودي حاجه من الحاجات الرائعه، واشوف الاوتكم لهذه القصه او الكورد مايلوبافيس. اوكي، هل هناك استخدام للحدوته بتاع السوماتيك سنسور اوف بوتنشال بيوند ان انا اشوف النيوروبلاستيسيتي؟ ممكن اسس حاجه في البليكسس، اسس حاجه على المستوى البرين، ممكن اقيس حاجه على مستوى السبينال كورد، ممكن اشوف الان 13 اللي موجوده كل كولم بيقول لي الويف فورمز اللي انت عملت بيها ستيموليشن بتوصل لفين في البرين ويحصل ديكاستيشن فين ولغايه ما بتروح للسوماتو سنسور اريا اللي موجود على الكورتكس. فالان 13 بتاع الدورسال نيوكليي، وبالتالي ذس از ريبريزنت بين ذا سنسوري نيوكلي، وبالتالي ذس از فور بين
ها and central sensitization، وده بحث من الابحاث الاولى. انا اقدر اخمن لو العيان ده محصل ممكن يحصل له repeated ankle strain او ankle sorry sprain، هل ممكن ان انا اقول ان العيان ده ممكن يحصل له prediction ان يحصل له osteoarthrosis؟ يس، في ابحاث موجوده كده. ازاي؟ عن طريق حاجه اسمها sympathetic skin response. I'm dealing with sympathetic fibers اللي هي من السويت جلاند، ان انا بحط الكترود هنا اللي عندنا في الكليه وبيبقى متكهن. يعني احنا الحمد لله رحنا جامعه دكتور فرج جهاز من 5 سنين وطلع. تخيل دي الاستخدامات بتاعتنا. تخيل لما واحد يجي يقول لك انا عندي صوابعي في دبابيس فيها، لو عملت الروتين كوندكشن ستادي ات ويل بي نورمال، والعيان عنده سي فايبر، ها سمول فايبر نيوروباثي، فلو لقطه بدري العيان ده هيويل بتريت، والناس بتوع النيورولوجيست هيابريشيت الشغل بتاعه. لو العيان عنده ايرلي امبوتنس تقدر تعمل له اسسمنت عن طريق القصه دي. برضو نفس الحكايه، لو العيان عنده اي حاجه على مستوى السويت جلاندز اقدر اشوفها، او لو العيان عنده كونستيبيشن انديفايند كونستيبيشن، انا عندي البيودينال نيرف سليم، اكسترنال ايناي سليمه، الدنيا كلها سليمه، لكن عندي اوفر سيمباثيتك اكتيفيتيز، جاست العيان ده هايبر اكتيف، العيان ده اجيتيتد انكس، تقدر تشوفها؟ اقدر اشوفها واقدر اعمل لها اسسمنت اي ويل تريت ليتر اون. طيب هل ممكن ان حضرتك تستخدم that trace الويفورم فيري سمبل ات ويل بي لايك ذس، وبتطلعها من البان واحده هنا، ده بتحط هنا الاكتف وتحط هنا الريبنس وعند الفوت وبتستيموليت الميديان نيرف، ممكن تشتغل ديول تشانل وممكن تشتغل على الايد فوق في الهايبر هيدروزس، او الرجل لو عملت اكو بانكشر وتشوف الايفكت على مستوى الثيمستاتيك سيستم تقدر تقيس هذه القصه. ايه ممكن تاني؟ حاجه اسمها كوتينيوس سايلنت بيريت، وديت دي مور اكسايتابل اريا اوف ذا برين انهيبيتوري امبولس اللي جايه من الرينشو سي ديورنج لما اعمل فورسد كونتراكشن واجي اعمل له بين في الاستيميليشن فور سنسوري. لما اعمل بين في الاستيميليشن، انت ما سلمتش عليا وعامل لك مشكله، بس لما نخلص وانا يعني انا بطلب العيان ده عنده سباستيستي، بقول للعيان ده لو سمحت اعمل لي الموشن دي على بكتر بولس بريفس لايك ذس، وفي نفس الوقت باجي هنا اعمل سنسوري ستيميوليشن بالجهاز ده، المرات بيديني سايلنت ريت بيبقى حوالي 33 ملي سكند بيست بنورمال. العيان اللي عنده سباستيستي ابر موتور نيورون، اي حاجه على مستوى الابر موتور نيورون ليجن السيشن ده بيعلى فيزيد مور ذان 33 ملي سكند ويتس بي بيرفكت، ودي حطيناها برضو في البحث وعملناها ان احنا ممكن نعمل بحث جديد. يبقى وي كان اسيت دي سايلنت كوتينيوس بيريود ونأسس الايه الابر موتور نيورون. طيب تمام جدا. في حاجه احد الزملاء في جامعه رايا قال لي انا بعمل الكومبليت ترانسكشن اوف ذا سبينال كورد بيحصل حاجه واتس كول ديس اوتونوميا. استاذ الدكتوره الديس اوتونوميا تيجي تقول ايه الديس اوتونوميا؟ هي ايه عباره عن ايه؟ العين اول ما اورثوستاتيك هايبوتنشن روح واقع، فكان بيعمل الشغل عن طريق الاي سي جي. قال لي عندك حاجه؟ قلت له اه. الجهاز عندكم مفتوح، يعني عندكم في حورس الجهاز مفتوح، انا عشان افتحه عندي ب 10000 جنيه عشان افتح السيستم ادبريتنا. تخيل انت بتحط الكترود هنا، ده انا خدتها هناك في دبي، والالكترود الناحيه الثانيه على ريديال بالس، وتحط الجراوند ويدي لك الهارت بيت لايك ذس، ويبدا العيان ان ايه نورمال بريث، وبعد كده يعمل يدي لك الجهاز ويقول لك لو سمحت اعمل لي ايه بلو لمده 15 ثانيه، وفي الاخر يديني نمبر فور ذس تايم، وفي الاخر يدي لك ريست، وبعدين تعمل انذر 3 ترايلز تقدر ان هذه الاسسمنت الار ار انترفال، وده في جهاز النيرف كنت الروتيني. لو عايز بتحط تعمل انذر فيس، وده سهل جدا كبحثي ممتاز جدا. انا عندي فوق سيب نورمال، تحت ذس از بري تشايلد دايابيتك ريفرال نيوروباثي ويل بي افكتد. بعد كده انا عندي حاجه اسمها موتور يونت استيميشن واتس كولد تي ماب سكان. لما بعمل الكوندكشن ستادي العادي انا بعمل سوبرا ماكسيمال ستيميوليشن، سو ام هيتنج اول اكسونز وبالتبعيه كورسبوندنج ماسل فايبرز، وبالتالي اول والنون لو هيجي مع بعض. هل تستطيع في الاكزون اللوس حاجه زي الاي ال اس، حاجه زي سيفير كات اوف ذا ميديان نيرف، تقدر تاسس ديفينيتلي وات اباوت ذا نمبر اوف موتور يونتس ذات بي دايت، او النمبر اوف موتور يونتس اللي بتريكفر؟ اقدر اعملها بالتكنيك ده، ان انت بتشتغل سب ماكسيمال وتعلى تعلى تعلى بالانتنسيتي، وبالتالي افري تريتري اوف ذا تيرمينال اكزونز مع الكورسبوندنج ماسل فايبرز ات ويل بي اكسايتد لحد ما اوصل للسوبرا ماكسيمال سيميوليشن. اتس فيري فيري سمبل واي، وموجوده عند حضرتك في جهازك. انت عامل ايه؟ انت سايب ما تعرفش عنها حاجه. تمام جدا. اخر حاجه بنعملها في جامعه مصر مع جماعه بتوع السنان بروكسيس،
البروكسيزم اللي بيبقى نايم بالليل يجزر على سنان، يفضل يجزر على سنان. الناس بتوع السنان قالوا بقول لكم انتوا عندكم حاجه تخدموا بيها علينا، احنا هنعمل ليزر وانت تيجي تقيس لي بالاي ام جي سيرفيس اي ام جي which very simple. هتعمل ايه بالسيرفيس اي ام جي؟ هشوف الماسيتر والتمبرز از ويل في نفس الوقت. لو جهاز حلو اربع شانلز وبتعمل الماستيكاتوري اكتيفيتي، لو الجهاز عندك زي حالتنا على قدك على قد حالك تدفع ايه والله دي ولا كل ما بيزيد الجهاز شانلز يعلى الفلوس. احنا جايين من اثنين، هتعمل ايه؟ هتعمل اليمين الاول وبعدين تعمل الشمال. موضوع فيري سمبل، نتائج مذهله. ورحت مدخلين دكتور ميسر معانا بتعملي بايو فيدباك بتاع العلاج الطبيعي، وادي شغلانه ثانيه. يبقى السنان شغالين الليزر بتاعهم فيرسس الرهاب بتاع العلاج الطبيعي، شغل موجود. This you can assess. لما تيجي تعمل لو عندك عضله هايبو اكتيف والعضله الثانيه هايبر اكتيف، هاو تو بالانس الاثنين، كل شغل اعمل داي نيد اللي اعمل هيستعمل بايو فيدباك اعمل. المهم هتبقى تاخد ديسيشن ميكنج محترم جدا جدا جدا. نفس الحكايه استاذتنا الدكتوره ألفت قالت لي انا عندي جهازين في ام اس الام اس اي وهنعمل الايفكت اوف في الفورورد هيد بوشر اون ماستيكاتوري ماسل. الجديد واللي حصل ان احنا ممكن نستخدم البلينك ريفلكس، العلاقه ما بين الترايجيمينال افرنت وما بين الافرنت، ان في بعض العيانين بيبقى عندهم ميكسد فيشال نيرف از ويل اد نمبنس اوف ذا فيس. فما تجيش حضرتك تفتكس وتقول له ايه الفيشال هو اللي عامل لك ده، صح ده صح؟ لا ده مش صح. ان السنسور اوف ذا فيشال انتيرور ايه 2/3 اوف ذا تانك، لكن اول ذا فيس سبلايد ويذ ده بينيال نيرف نمبر. كنت هتاخدوا 5 جنيه دلوقتي، انتوا احرار خدت 5 صح. فكان النيرف رقم 5 ذس از ان اولو سنسوري ما عدا الماستاتري ماسلز ذس الموتور بتاعه. تقدر تعمل الكلام ده؟ اقدر اقول ده ترايجيمينال ولا ده فيشال، وهل بريفرال ولا هل سنترال؟ وانا جالي طبيب عظام رحمه الله عليه قعدنا 24 جلسه نعمل فيشال 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 والعيان ما بيتحسنش. ودي مشكلتنا في العلاج الطبيعي، بطيخه مقفوله، كل الاسسمنت سبجكتيفلي ما بتحطلكش الاستراتيجي العيان بتاعك ولا مش بتاعك وهقعد معاه قد ايه. فاكتشفنا ان عنده بونتاين افكشن سنترال، بونتاين اريا ابسنت اوف بوث ار 2 بونتاين سنترال، وبالتالي من فضلك انت اعمل لي ام ار اي. عمل ام ار اي طلعت سليمه. دكتوره في القصر العيني الفرنسيه قلت له اعملها بالداي، طلع ورا طلع ورا. شوف القصه وانت هتكمل مع علاج طبيعي وتهرف نفسك والعيان ما بيخفش، which is there is a hidden pearl واللي قراتها الايه البلينك ريفلكس. جميل جدا. بيقابلنا حاجه جميله جدا واتس كول دي، ها اسمها ايه لما بيحصل العلاقه ما بين الابر يعني العيان اوكلوجر اوف دي اي يقفل عينه بقه يشتغل، اسمها ايه؟ ديسكاينيزس او سينكاينيزس. السينكاينيزس دي اوفرلابنج كروس اوفرلاب ما بين فايبر وما بين فايبر، الاثنين دخلوا على بعض ليس لنا دخل فيها. وده كان الكلينيكال فيدريشن اوف دي كلينيكال نورفيسيولوجي في امريكا وعاملين توك. احنا كنا متخيلين احنا اللي بنعمل سيرفيس اوف بارادك ستيموليشن اللي بنحطه كبير، فبالتالي بياخد لي ها من بنش لبنش، وده غير حقيقي. اف وي هاف ان سيفيرلي اكزونال لوس هيحصل. العين عنده سبيشال بوست كوفيد، اللي انت تخيله بوست كوفيد عندنا قد ايه؟ ومن ضمن ما قلتها وكان بيتحول لبوست كوفيد سبيشال في ال اس فرانك ستيموليشن، بيقول لي لو سمحت اعمل لي الفرانك نيرف ريسبيراتوري which is عايز اقول لكم اسهل مما تتخيل. جماعه بتوع عين شمس كان عاملين ورك شوب محترم، بنروح ورايحين بنقول ان احنا على طبيعي. الفرانك ستيموليشن بتستيموليت في الابر الحته عند السفينوكليدو ماستويد، وتحط سيرفيس الكترود تحت عند اللور الريبس اللي موجوده عند الديافرام، وتحط الريفرنس عند الاليا كريستيا تحطه عند الزيفويد بروسيس، استيموليت رايت وتستيموليت ايه ليفت. شرطك الوحيد بط اوفر ستيموليت تفتحش الانتس مره واحده عشان العيان ما يخشش في صدن هيكاب، ما يخشش في زغطه، لان لو دخل في زغطه هتبقى مشكله. فانت تعلم الانتس سنه بسنه. قلت لكم ده الجديد في العلاج الطبيعي، تقدر تحدد وتشوف العيان بيتحسن معاك از ريسبيراتوري عن طريق الفرانك ولا لا. تقدر تعمل حاجه اسمها انتري ماسيتر في حالات الايه باكسيزم برضه، ان انت بتدي ستيميوليشن هنا نفس قصه الكوتينيا سايلنت بيرت، وتقول له العيان يعمل كلينسي. هتلاقي عند الكوتينيا سبوريت لو عيان عنده ابر موتور نيرون باركنسونيزم هتلاقي بيعلى، كل ما يتحسن مع حضرتك ريست بيريود تقول جود. يبقى ريسيرش موجود ممتاز كشغل انك تفك بازل. لسه واحده جايه ودي اخر حاجه هقولها، عندها حفره في الجهه حصل لها سورس، كان في حاجه حصلت للتروما راحت شايله جزء من الجلد، حصل لها ايه بص سابيوريشن والحته دي بقت محفوره. راحت للدكتور اشرف وعميد كليه طب الفيوم السابق قال لها اسف روح المخ واعصاب. بتاع المخ والاعصاب راح محولها
اعمل كونداكشن الصدر كومن فيبلر سليم والسيرور تيبيال سليم وي برولونجت السنسوري كله سليم وتش اللي في هالي السمباثيك ثين ريفلكس سي فايبر سمول فايبر يبقى عندها سمول فايبر نيروباثي لو ما اتعالجتش من سمول فايبر نيروباثي تمام جود لك الالكترو دايجنوزس مع النقيب قال هو القوه اللي جايه بيوند الكلام ده في نيورو ماسكولار ارتري ساوند الموجات الفوق الصوتيه التشخيصيه فاي هوب ان شاء الله يكون ايه المحاضره مجزيه وتنفع حضراتكم وانا تحت امركم في اي شغل بحثي من غير حاجه ان شاء الله تحت أمركم.